السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم الواد اسمه هيلو نيبو. اللعبة دي لسه نازلة بقالها يعني فترة، بس ديت الفل تقريبا يعني شبه كاملة ليها، فحبيت ألعبها يعني عشان ما فيش أي لعبة عدلة ألاقيها الصراحة، ولا على ستيم ولا أورجن ولا أي موقع، فقلت النهاردة أجربها معاكم. فيلا بينا. شايف بقى ليا بقى اللعبة قصة؟ كنت اللي أعرفه إن الأول ما فيش أي حاجة، يعني قصة كانت إنك وقفت قدامه وخلاص، يعني بس كانت قدامه وخلاص. مهمة تخش جوه، انقل حاجات جوه. ماشي، تروح فين؟ مفتاح تحت الصخرة جنب صندوق البريد. ليش على ايه؟ سيب المفتاح يا اخي. طيب مفتاح اهو. امسكهم امسكهم امسكهم. اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ادخل. وبرضه غيروا شكل الأوض من جوه، كان في الأول مفيش غير سرير وبس. أيوه ايه اللي حصل؟ مين ده؟ هي شقتي برضو. ابعد مكانك اهو. العب يا مجدي. اروح فين؟ اروح فين؟ اه طيب طلعنا برا تاني ليه؟ ماشي. ايه ده؟ قفل الباب.
افتحه. هاي تمام، عايز مفكن من فين؟ انا عايز افهم ده كله كنت بحلم يعني، ولا انا عندي شقة وده كله؟ لو طلعنا برا شقتي و ادخل من فين دلوقتي؟ عبيتي دي ولا مش فاهم لغاية دلوقتي بعمل ايه اساسا في اللعبة. انا لو اعرف بس ايه اللي طلعني برا الشقة يعني، اللي هو ده شقته ولا ده شقته؟ ده مش شقتي يعني، ما الشقة كنت فيها راحت فين؟ معيش مفاتيح ولا اي حاجة. سولا على آخر ما بس قصة بالباب يعني. الله شافني بيكسر الإزاز، اجري. طب اروح فين انا؟ كيفش هجيلي يعني؟ مش قادر اجي هنا. تعالالي هنا. مسخن ده، داخل ماتش ولا عامل حاج؟ هذا ضربك؟ شاف تدخل. اوب 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 انا هنا. شكلي على الباب، شكلي يا ريس. تعال تعال. طيب سيب الباب مفتوح، ادخل. شكرا على الباب يا كابتن. طيب ولا حس. تقريبا كل ما يقرب بيعمل بيخوف نكتة في الصوت يعني. طيب ناخد ده، ممكن نستخدمه ممكن يعني. طب عايز اعرف ايه اللي حصل يعني عشان يجيبني الراجل الغريب ده. طب ما كنت المفروض اعمل ايه في اللعبة؟ طيب افتح لي الشقة دي، الأوضة دي قصدي. فين بقى؟ هنا؟ فين؟ شايف حد جوه؟ قول 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 قول. اطلع ورا. صد
خايف اوي. ايه يا عم، ايه هتطلع ولا هتطلع لا؟ ولا لا؟ صوت بيك ولا يا رب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحق لي ابن الهبل. ها؟ وفين؟ مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه بقى، ما تخوفنيش كده. تقول لي انت فين عصيبك؟ اللي هو في الحمام ولا متهيألي؟ اوه، بيطلع بره الأوضة دي؟ يا رب يا رب. إذا ده في حد تاني. مش كان مش عارف اي مكانه. هل هل هاي هاي اهو. مش تمشي، حل عني يا ابو سيدك. قلبي لا 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 مش عايز اكمل، مش عايز اكمل. لا ها، مش كده، مش عارف اعمل ايه في اللعبة. طيب انا هسيبها غير كده و المرة جاية ادخل عليها بقى اعيد ده كله، اشوف هعمل ايه ولا اجيب ايه ولا مفاتيح ايه اللي اجيبها عشان افتح البيبان دي. غدت مش فاهم اي حاجة لقصة اللعبة. انا فهمته من الاول بس ان هو جه وسكن، بس مش عارف ايه اللي حصل بعد ما نام على الكنبة. طيب بقى كده خلاص وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. بس لو تقدروا بس تكتبوا لي اسامي الالعاب تحت في الديسكريبشن عشان يعني العبها، عشان مش لاقي الصراحة العاب الايام ديت. فبس، السلام عليكم.